هو يعني ايا كان الطريقه اللي هيلعب بيها المنتخب المصري وايا كانت الخطه اللي هيلعب بيها السنغال او اللي هتلعب بيها السنغال، الحاجه الاكيده نتيجه ان ده المنطق بطبيعه الحال، الماتش هيتلعب في ارضهم في وسط يعني جماهيرهم، فطبيعي هم خسرانين واحد في لقاء الذهاب، فبطبيعه الحال اكيد هيكون في ضغط كبير طبعا، ومن المنطقي ان احنا نشوف تكتل دفاعي من قبل منتخبنا. ده اسلوب او تكنيك الى حد ما برضو بيجيد اللعب بيه مستر كيروش، واللي اللعيبه بتوعنا حافظينه، لعيبه المنتخب حافظينه كويس جدا، واعتقد انه الى حد كبير يعتبر صعب على اي فريق انه يكسر المنظومه الدفاعيه القويه جدا دي. وزي ما قلنا امبارح دي مدرسه موجوده في كره القدم وكثير من الفرق العالميه بتطبقها دايما، اللي بكلم حضراتكم على طرق الدفاع. يعني عندكم فريق مثلا زي اتلتيكو مدريد مع المدرب دييغو سيميوني، طريقه لعب المدرب توماس توخيت مثلا في اوقات كثيره جدا مع تشيلسي، جوزيه مورينيو وخصوصا زمان ايام ما كان مع الانتر ميلان، يعني كلها طرق دفاعيه وصل بيها المدربين لانجازات عظيمه جدا. عشان كده مش لازم نخاف قوي لو المنتخب السنغالي كان هو اللي عنده السيطره الى حد كبير. مرمى الشناوي في امان ان شاء الله، احنا بنطمن نفسنا يعني، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم اللعيبه. بس طبعا اكيد مش معنى كده ان احنا يعني نتهاون من منطلق ان لا احنا دفاعنا على خير ما يرام، فلا لو في فرصه ان احنا ما نديش فرصه هجوم علينا من الاساس يبقى طبعا شيء لطيف. كل ما الشناوي لا يختبر دي حاجه هتريحنا من الاساس، انا مش عايزه يختبر ويطلع اهداف مؤكده ويصد، انا مش عايز ده يحصل، انا مش عايز الشناوي يمسك كوره طبعا، مش عايزين فعلا، مش ان امكن يعني ان امكن اكيد اكيد.